خلطات العطريه مع هاد مطيشه حقوقه بهذا الشكل هذا. صافي وغنبداو باول مرحله هي غنسطفو الجزر لتحت بهذا الشكل، وغنوضعو الكميه ديالنا ديال الطون، وغادي نوضعو عليها العطريه. بهذا الشكل، وشكرا متتبعين ديالي سواء القدام او الجداد، شكرا لكم على التتبع ديالكم وعلى اللايكات ديالكم وعلى التعليقات ديالكم المحفزة، كنشكركم بزاف. وبالنسبه للناس اللي مشتركينش يشتركوا، فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما كل جديد، وشكرا لكم متتبعين ديالي اينما كنتم يعني داخل المغرب او خارج المغرب، مرحبا والف مرحبا بكم. هنا غادي نستف كيف ما كتشوفوا الخيزو او الجزر هو الاول بهذه الطريقه حتى كنكملوا الستيب ديالنا. انا درت طولي، كاين اللي كيديروا دوائر على حسب الرغبه ديالكم، كل واحد يدير هذاك الشيء اللي كيعجبو كيرتاح فيه. كنستمروا بنفس الطريقه حتى كنكملوا الستاف ديال الكميه اللي عندنا كامله.